من مدينة الرباط وبالضبط سنتابع المباراة في جولتها الثانية والتي ستجمع جيب حسن. فريق الفت فريق عفوا الجيش الملكي وهو يستقبل فريق أولمبيك أسفي. الجولة الأولى لم تسجل أي جديد، يمكن اعتبار بأنه المستوى خلال الجولة الأولى كان جد متوسط، وبالتالي نتمنى الصادقين أن يرتفع ويتحسن الأداء خلال الجولة الثانية، وبالتالي نتمنى أن يرتفع الإيقاع بشكل أحسن، لأنه إيقاع الجولة الأولى كان إيقاع يمكن اعتباره بأنه بطيء، وبالتالي ضاعت العديد من الفرص. إذا على العموم سنتابع الجولة الثانية، أعتقد بأنه المدربين حافظا على نفس النسق ونفس التشكيل اللاعبين، وبالتالي في انتظار أن تفرز عليه الجولة التالية من تغييرات على مستوى التشكيلة وكذلك على مستوى خطة المدربين. إذن بعد لحظات سيعطي الحكم انطلاقة الجولة الثانية. إذن سنتابع بعد لحظات فعالية الجولة الثانية من مباراة أولمبيك أسفي. وفريق الكوكب المراكشي فريق الرجاء البيضاوي سيستقبل في أمسية كما قلت في الجولة الأولى هي شبيهة بدور ثمن نهائي كأس العرش. فريق الرجاء البيضاوي كان قد تأهل على حساب فريق الكوكب المراكشي، والآن سيعود برسم الجولة الثانية سيواجه فريق الكوكب المراكشي في أمسية ستكون قوية. إذن على العموم دائما نواصل التعليق على مجريات هذا الشوط الثاني، كما أسلفت الذكر لا تغيير في انتظار أن تتحرك هذه المباراة، لأن صراحة الجولة الأولى لم تقدم الشيء الكثير. إذن كما قلت بأنه معشر المدربين أي المدرب روما وعزيز العمري الآن الكرة في ملعبهم في طرح ثلاث أوراق من التغييرات وكذلك توجيه النصائح للاعبين. سنتابع الآن هذه الركنية، ركنية الآن لصالح فريق الجيش الملكي. خطيرة هذه الركنية مرت جانبا عن مرمى الحارس حمزة الحمودي. إذن خطيرة هذه الركنية. إذن على العموم دائما سفر لمثله. كرة الآن أمامية خط وسط الميدان،
سنتابع الآن. هجمة الآن لا جديد في خط وسط الميدان. نتابع ضائعة مرة أخرى. الكرة الآن على مستوى خط وسط الميدان. حمزة حجي كرة في وسط الميدان الآن لصالح فريق الجيش الملكي. ما كاينش بناء هجومي مدروس من الطرفين حتى أرضية الملعب. أنا لا أريد أن أدخل في هذا الأمر ولكن ربما قد تبدو ثقيلة شيئا ما بالنسبة للاعبين في تقديم أداء أسرع. إذن ضائعة المهدي النغمي اعتماد على نفس الطريقة ونفس الأداء ما بين الطرفين ويخلي أنه المقابلة تدخل في بعض الرتابة. إذا على العموم حمزة سمومي تعود الآن وراء كاسياس ماتياس. وسط الميدان الآن في خط وسط الميدان دائما لصالح فريق أولمبيك أسوي. محاولة الهجمة ولكن كما قلت التمريرات لا تتميز بعدم التركيز وبالتالي تضيع. سنتابع الآن ضربة خطأ
محاولة ولكن بدون كرة عالية وتدخل حمزة حمودي. الكرة الآن في خط وسط الميدان دائما لصالح فريق أولمبيك أسفي. هذه محاولة ولكن دائما الضغط الآن لصالح فريق أولمبيك أسفي في هذه المحاولة الأخيرة وخارج التماس. دروما والآن هل سيقدم بعد تغيير التسديدة؟ هذه فرصة أتيحت للمهدي النملي ولكن ضائعة، هذه يمكن نعتبرها فرصة حقيقية. دائما ننتظر الجديد. محاولة ولكن لم تعطي الجديد. ولا سنتابع الآن كرة الآن عالية وتدخل حمزة الحمودي. لا جديد، دائما صفر لمثله. إذن أول تغيير سيقوم به المدرب جوزي روماو. هرمش بالفعل عادل أشرف، عفوا أشرف هرمش كذلك. سيدخل السفياني بوشعيب. إذن السفياني بوشعيب أو خروج مصطفى اليوسفي بالفعل ودخول السفياني بوشعيب. إذن السفياني بوشعيب وكذلك دخل لاعب أشرف هرمش. إذن تغييرين يرغب منهم المدرب جوزي روماو، إعطاء دفعة
للخط الأمامي لفريق الجيش الملكي، في حين فريق أولمبيك أسفي لم يشهر ورقة التغييرات. مهدي النملي ولكن فقط للحارس كريم فقروش، كرة عالية الآن، نفس التوقيت دائما التعادل. إذن التعادل السلبي في مباراة الشباب الريف الحسيمي واتحاد طنجة. سنتابع الآن هذه محاولة حين ترقب المواجهة القوية ما بين الرجاء البيضاوي وفريق الكوكب المراكشي. تابع الآن المحاولة وضربة خطأ، إذن سينفذ ضربة خطأ المهدي بن رحمة اللاعب السابق للجمعية السنوية. إذن سنتابع الآن تسديدة ولكن بعيدة، روماو دائما بعد ما قام بالتغييرين لحد الآن لم يجد الوصفة المثالية. تابع الآن هذه المحاولة، كرة أمامية الآن، محاولة الآن لفريق الجيش الملكي، تسديدة، هذه تسديدة يمكن نعتبرها فرصة حقيقية للتسجيل. هذه فرصة حقيقية للتسجيل لفريق الجيش الملكي وتضيع. نتابع الآن هذه محاولة، تعود الآن الكرة الوراء، أمامية، المحاولة حكم لم يعلن عن أي شيء، دائما وقع البياض صفر لمثله. قابلة كما قلت تتحرك بين الفينة والأخرى ولكن يعود الهدوء. مباراة يمكن أقول بأنه
لم تقدم الشيء الكثير من ناحية الأداء الفني للاعبين. نتابع دائما تغيير اتجاه الكرة بعيدة من ياسين الرامي، تتحول الآن إلى هجمة لصالح فريق الجيش الملكي. بالفعل كانت هناك لمسة يد والحكم يعلن عن ضربة خطأ ضد اللاعب المهدي النمري. إذن دائما إذن سنتابع ضربة خطأ، هل ستحمل الجديد؟ إذن ورقة صفراء، ورقة صفراء للمهدي النمري. قرار الحكم اتخذ داعي للدخول في بعض الدخول في شنآن لا يفيد اللاعب بقدر ما يؤثر عليه. إذن سنتابع الآن ضربة خطأ، إذن ضربة خطأ الآن لصالح فريق الجيش الملكي. كرة الآن عالية، ولكن إذن دائما البياض دائما ننتظر الجديد خلال هذه المباراة. فريق الجيش الملكي قام بتغييرين، في حين فريق أولمبيك آسفي لم يقم بأي تغيير. انتظار فريق أولمبيك آسفي أن يقوم بأي تغيير. نتابع الآن هذه هجمة، هجمة الآن ولكن لا تكتمل. عدنان الوردي حاول الانفراد، نتابع الآن هذه محاولة حمزة حجك يرفع كرة ولكن خارج. نتابع عدنان الوردي حاول التمرير ومحمد أمين الصبار كان في التغطية. تعود الآن مرة أخرى، هذه محاولة لصالح فريق الجيش الملكي الذي بدأ يتحسن أداؤه خلال هذه الدقائق، خصوصا بعد إجراء كرة عالية والهدف. قلت بأنه أداء فريق الجيش الملكي تحسن، قلت بأنه أداء فريق الجيش الملكي تحسن. إلياس الحداد يسجل الهدف في حدود الدقيقة 67. إذن هدف للسفر لصالح فريق الجيش الملكي. إذن إسماعيل الحداد بين اللاعبين الذين اختاروا العودة للبطولة الوطنية أو الانطلاق في مسارهم بعد ما كان عنده مسار احترافي في أوروبا، في بلجيكا، في هولندا. الآن إذن هدف للسفر لصالح فريق الجيش الملكي.
قلت بأنه أداء فريق الجيش الملكي تحسن بعد إجراء تغييرين يقام بهم روماو. لا أعتقد الآن فريق أولمبيك أسفي هذا الاحتجاج، هذا الاحتجاج سينفع بقدر ما على اللاعبين أن يركزوا بشكل كبير في التعامل مع الدقائق القادمة إن أرادوا العودة في نتيجة المباراة. هذا الأمر ربما سيخدم مصلحتهم أكثر من تضييع إذن سنتابع الآن سنتابع تغيير ربما حسن الطائري السعيد للدخول. سنتابع الآن هذه المحاولة. سنتابع الآن تغيير حسن الطائري السعيد للدخول مكان عدنان الوردي في حين فريق أولمبيك أسفي بعد لحظات سيجري أول تغيير في حين فريق الجيش الملكي هذا يعتبر التغيير الثالث. أعتقد مجازفة من روماو 20 دقيقة أو 18 أو 19 دقيقة وبالتالي استنفد كل التغييرات في حين فريق أولمبيك أسفي سيبحث عن إجراء أول تغيير. إذن سنتوقع ردة فعل إذن لونغلاما من جانب فريق اللاعب الذي لعب لكل من فريق الدفاع حسن جيدي نهضة بركان والآن في تجربة مع فريق هذا الخروج عماد القوي ودخول جون لونغولاما. إذن سنتابع الآن على مستوى خط وسط الميدان دائما صالح فريق أولمبيك أسفي محاولة خطيرة هذه المحاولة ولكن الحكم يعلن رأي معلنا عن تسلل. إذن الحكم يعلن أو يرفع الرأي معلنا عن تسلل. الحكم محمد حية هو اللي قاد هذه المقابلة. في وسط الميدان الآن تعود ودائما ننتظر الجديد. كرة أمامية
تعود مرة أخرى. ضربة خطأ لصالح فريق أولمبيك آسفي. كذلك بعد لحظات محمد المرابط يستعد للدخول. دائما هدف للسفر لصالح فريق الجيش الملكي. ياسر حداد هو مسجل الهدف الوحيد الى حدود هذه اللحظة. ماروكنيا متابع الان كره على مستوى خط وسط الميدان لا جديد خلال هاد كره اماميه تعود مرة أخرى. في وسط الميدان. لا جديد بعد هدف اللاعب الحداد. فريق الجيش الملكي يحاول امتصاص حماس فريق أولمبيك أسفي. المهدي النغمي بالفعل كان هناك تسلل واضح. تعود الآن كرة في خط وسط الميدان وتدخل حمزة حجي. ماتياس كرة أمامية الآن تعود مرة أخرى. ضغط الآن على سعد أيد خرصة. إذا التغيير الثاني بالنسبة لفريق أولمبيك آسفي. إذا خروج اللاعب عطية الله ودخول محمد المرابط. حاول ولكن تسديدة بعيدة. تسديدة بعيدة. محاولة لإعطاء الهدف. فوجئ لاعب فريق أولمبيك آسفي هذه العملية التي أعطت الهدف حمزة حجي واللي كان وراء التمرير. دائما نتابع وننتظر الجديد. Thank you.
الأمامية الآن. تابع الآن التماس ينفذ لكن بعيدة. مرة أخرى ضغط الفريق الجيش الملكي. فريق أولمبيك آسفي لم يتبقى له من الوقت الكثير، وبالتالي 10 دقائق عليه أن يكثف كل مجهوداته إن أراد العودة في النتيجة وتحقيق على الأقل التعادل. إذن سيتابع الآن ركنية. في خط وسط الميدان تعود الآن مرة أخرى وركنية. كرة عالية الآن، ضربة رأسية، محاولة الآن من فريق أولمبيك آسفي ولكن تسديدة بعيدة. تسديدة بعيدة للاعب المهدي النملي. دائما أقل من 8 دقائق نتابع ونترقب ما ستؤول إليه الدقائق القادمة. هذا اللقاء يخدم بطبيعة الحال مصلحة فريق هذا الإيقاع بطبيعة الحال يخدم مصلحة فريق الجيش الملكي. عبد الرحيم شاكر تابع الآن هذه المحاولة وفريق الجيش الملكي لكي يعمل بمبدأ أحسن وسيلة للدفاعية الهجوم ويحاول ترك لاعبي فريق أولمبيك آسفي في منطقة عملياتهم وفي نصف ملعبهم. هذا كما قلت إيقاع يخدم بالأساس إمكانيات لاعبي فريق أولمبيك آسفي. تابع الآن (تصفيق)
كريم فقروش أمامية. سنتابع. تماس الآن ينفذ بسرعة. إذا ضاعت الكرة التماس. الآن فريق الجيش الملكي يسير نحو الحسم أقل من 5 دقائق على نهاية هذه المباراة. فريق الجيش الملكي متفوق بواقع هدف للصفر. نتيجة بطبيعة الحال تخدم مصلحة فريق الجيش الملكي. سيكون له أول فوز بعد التعثر أمام فريق الوداد البيضاوي. في حين فريق أولمبيك أسفي بعد الإقصاء من منافسات كأس العرش الآن أول هزيمة في البطولة لحدود هذه الدقائق، والفريق لديه مباراة ناقصة أمام فريق المغرب التطواني. مناسبة كما قلت المغرب التطواني نازم هزيمة قاسية على الجميع، 5 أهداف لصفر غير متوقعة بتاتا. بالتالي توقف طموح فريق المغرب التطواني. سنتابع محمد أمين الصبار. كرة أمامية الآن، هجمة لصالح فريق الجيش الملكي تكسر تعود كثرة الأخطاء. كرة أمامية إذن سنتابع. محاولة الآن إذن دائما فريق الجيش الملكي يبحث عن تأمين النتيجة، في حين فريق أولمبيك أسفي يبحث عن التعديل. مرة أخرى المهدي النملي. هجمة الآن دان ماتياس. ياس ماتياس الآن تعود الآن مرة أخرى ولكن ضائعة. تماس الآن فريق الجيش الملكي.
محمد امين الصبار ضائع على المهدي النغمي الان. حمزه حجي تعود مرة أخرى للاعبي فريق الجيش الملكي. المهدي النغمي عملية واحد اثنين جيدة. كاسياس الآن بالرحمة كيتلقى ورقة صفراء مجانية. إذن الآن ندخل في الوقت البدل الضائع اللي كان وراء هذه المحاولة أشرف هرماش. سنتابع الآن آخر المحاولات الآن لفريق أولمبيك أسفي. دخلنا في الوقت البدل الضائع. محاولة الآن نتابع خطيرة المحاولة والهدف والهدف أي 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 أي. هدف آخر اللحظات هدف في آخر اللحظات لفريق أولمبيك أسفي. هدف في آخر اللحظات ومهدي النمري عميد الفريق يسجل هدف التعادل. فرحة عارمة لفريق أولمبيك أسفي عقب تسجيل هذا الهدف. إذن فريق أولمبيك أسفي يعود من بعيد. لونغولاما يمرر و مهدي النمري ابن مدينة اسفي يسجل هدف التعادل. اذا فريق اولمبيك اسفي يؤمن نتيجة التعادل بصعوبة أمام فريق الجيش الملكي في آخر اللحظات. كاد منه أن يضيع من هذه النقطة الثمينة في حين فريق الجيش الملكي تعادل بطعم الهزيمة في انتظار آخر اللحظات في انتظار آخر اللحظات من عمر هذا المباراة. إذن نتابع ونترقب ما ستؤول إليه الدقائق والثواني القادمة لأنه يعني بعد لحظات الحكم محمد حيح سينهي هذه المباراة. كرة عالية الآن حمزة حجي والإبعاد نتابع الآن هذه المحاولة. مهدي النغمي مهدي النغمي وبعيدة عن مرمى الحارس حمزة حمودي. إذن هذه آخر محاولة لا محالة والحكم محمد حيح حدد الوقت في 4 دقائق كوقت بدل ضائع. سينهي هذه المواجهة بالتعادل الإيجابي. هدف لمثله كما قلت فريق الجيش الملكي. نتابع هذه المحاولة فرصة الاستقبال وكان قريب
كان قريب. كان قريب من تحقيق التفوق، لكن رغبة زملاء النملي كانت أقوى. نتابع الآن هذه المحاولة، وفي هذه الأثناء ينهي الحكم معلنا عن نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي. هدف لمثل الجيش الملكي كان هو السباق للتسجيل قبل أن يعدل أولمبيك أسبي في الوقت البدل الضائع، في حين مباراة شريف الحسيمي دائما شريف متفوق على اتحاد طنجة بوقع هدف للصفر. إذا نشكركم على حسن المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.